في الغوطاء الشرقية، اليوم شيع أهالي مدينة دوما أحد القادة في الجيش الحر القائد عدنان خبية أبو عمار الذي اغتيل أمس، في يعني هذا الاغتيال الثاني خلال أسبوع في مدينة دوما. الاغتيال الأول كان للأستاذ محمد سعيد فليطاني وهو من ناشط سياسي معارض من الاتحاد الاشتراكي، الشخصية التي تم اغتيالها الأمس مساء، هي أحد قادة الجيش الحر في الغوطة. شكرا جزيلا لك حسان تقي الدين، مراسل شبكة شام، كنت معنا من ريف دمشق.